دابا اعزائي التلاميذ غادي ندخلوا للمشكل. دابا قبيله كنا شفنا لا سيتوياسيون انيسيال، دابا دخلنا للمشكل اللي هو تيكون عباره عن جمله. انتبهوا ليليمون موديفيكاتور ما تكونش فيه جمل كثيره، كتكون فيه غير جمله اللي بها كنبينوا المشكل اللي واقع. عاد ابري كيجيو لي بيريبيسي اللي كيتسموا الاحداث اللي كنحاولوا من خلالهم نلقاو الحل للمشكل. داكوغ الوغ هنايا بالنسبه باش ديما نبقى نفكركم بالفيديو اللي فات، اخر حاجه كنا قلناها جيت اون تران دو، داكوغ نكملوا داكشي اللي كنا شفنا. كنا قلنا اون تران دو فوار ان فيلم او سينما، ولا جيت اون تران دو بارلي ا مون امي سور بار تيليفون اللي قلناها. كون تو تاكو هنا فاش غادي يبدا المشكل، كون يا حين تو تاكو او سودا يا فجاه، يعني حين فجاه. داكوغ غادي نبداو دابا في المشكل. Ma mère ou là mon père rentra à la maison tout pâle. شوفوا معايا مزيان، انا استعملت لو باسي سامبل رونطرا، ما بقيتش استعملت لامبارفي. علاش؟ حيت ملي كنبغيو نهضروا على المشكل كنستعملوا لو باسي سامبل، لانه كيجي واحد الظروف اللي هي قصيره بزاف، واحد الوقت قصير، وكذلك على غفله. الوغ يا اما نقولوا لا ميزون مون بير رونطرا تو بال، يعني دخل المنزل شاحب اللون وجهه صفر. ديك الساعه عاد غنعرفوا في الاحداث شنو علاش وشنو هو. ديك الساعه تقدروا تقولوا باسكو اي تي مالاد، ولا بحال هكا اي طومبي دون لا رو. ديك الساعه بالنسبه لهذا الشيء راهي غير في لا بارتي الثانيه. لا بارتي الثالثه هي فاش غادي نتعمقوا شنو هو السبب ديال هذا اللون الشاحب. داكوغ ماشي غير هو هذا الشيء كله، او على حسب الوضعيه اللي كيعطيوكم. انا ماشي كنقول لكم راه هو اللي غيتحط في امتحان، نو، هادو وضعيات اللي نقدروا نهار الامتحان الا عندنا الزر نقدروا ناخذوا منهم. داكوغ يا اما نقولوا كون تو تاكو، ولا كون سودا، حدا في هاد الجوج اللي غادي ديروا، هادي خليوها، يا اما هادي يا اما هادي اللي غادي تستعملوا. كون تو تاكو سودا ما مير او ولا مون بير رونطرا ا لا ميزون تو بال، او تو تاكو ولا سودا لو تيليفون سونا، يعني واحد اللحظه التليفون كيسوني. داكوغ ديك الساعه غنعرفوا من مورا هاد لا سونري اشنو واقع، اش كاين تمايا. ولا كون تو تاكو جونتوندي دي بروي فينون دو لاكستيريور، يعني سمعت ضجيج ياتي من خارج المنزل. يعني مثلا انا نقدر نقول كيف ما شفنا قبيله، جيتي اون تران دو فوار مون فيلم بريفيري كون تو تاكو جونتوندي دي بروي فينون دو لاكستيريور. كنت كنصنت او كنتفرج في الفيلم ديالي حتى كنسمع واحد صداع جاي من الزنقه. داكوغ عاد ديك الساعه غادي نقول هذاك الصداع شنو هو السبب ديالو. فوالا. ولا نقدر نقول مثلا كون تو تاكو جو في ان انفون كي سو نوايا دون لا مير، هادي فين غادي نقولها؟ في حالات الا انا كنت في البحر. كيف ما شفنا قبل كنا شفنا واحد الجمله ديال الوصف البحر، كيفاش كنوصفوا ان داك النهار لا مير ايتي تاجيتي مي لو نيتي با فرواد، تقدر تقولها. وتقدر كما قلنا قبيله جيتي اون تران دو مي بروموني او بور دو لا مير، كنت اتجول بجانب البحر، لا بلاص زعما او بور دو لا مير. Quand tout à coup, je vis un enfant qui se noie dans la mer. هنا بان لكم بانه كاين واحد التجانس، يعني كنت ندور كنت بجانب البحر كنتمشى، حتى واحد اللحظه شفت واحد الطفل كيغرق. داكوغ في البحر. ولا نقدروا نقولوا quand tout à coup mon petit frère rentra dans ma chambre en pleurnichant، يعني حين دخل اخي الى غرفتي وهو يبكي. او نقدروا نقولوا quand tout à coup quelqu'un frappa à la porte de la maison، يعني شي واحد اللي كيدق على الباب ديال الدار. نقدر هنا نقول j'étais en train de parler par téléphone ولا pardon au téléphone avec ma femme avec ma petite amie quand quelqu'un frappa à la porte de la maison. d'accord. نقدر نقول هنايا هاد الجمله هادي لو بروفيسور surgit devant ma table، يعني الاستاذ يقف امام طاولتي. هنا الى عقلتو كنت واحد لا فراز فيها j'étais en train de faire un devoir de passer un devoir sur table، يعني كنت في اجتياز امتحان. كون تو تاكو لو بروفيسور، نقدر انايا ديك الجمله نلصقها مع هادي دوفون ما طابل. كيف ما كتلاحظوا هاد الوضعيه هاد هاد المشكل اللي عطاتكم هنايا عنده علاقه بواحد الوضعيه مناسبه او وضعيه دقيقه. او نقدر نقول كون تو تاكو جونتوندي دو لوان اون فواتور كي فرينا دو توت سا فورس، يعني سمعت عن بعد، يعني بعيده، واحد الطوموبيل كتفراني بكل قوتها. الو هنا نقدر نقول اشنو؟ نقدر نقول بانه جيتي افيك مي كاماغات اون تران دو ديسكوتي، كنا كنهضروا حتى كنسمع عن بعد واحد السياره، الفران ديال واحد السياره كتفراني بكل القوه ديالها. او نقدر نقول الا كنت قدام ديك السياره جو في اون فواتور اورتا ان بيتي انفون. في حاجه مثلا تنقول حنايا كنت كيف ما تنقول حنايا جيتي دون لو جاردان
quand tout à coup je vis une voiture heurta un petit enfant يعني رأيت سيارة تصدم طفلا ماشي بالضرورة الطفل ممكن يكون حتى حيوان ان شيان يقدر يكون ان هوم ان فيي هوم اون جون فا داكور هادو الوضعيات اللي كنستعملو الى عندنا المشكل بيان سور ممكن يكونوا وضعيات اخرين ولكن هادو اللي خديناهم او مورا غادي يعاوننا شويه نتمنى انك اننا نكون فدتكم في هذا الفيديو هذا على حساب المشكل حتى نتلاقاو ان شاء الله مع اش نقول لكم لي بي بي سي يعني الاحداث عاد ابخي غنزيدو النهايه باش على الاقل تديو معكم المراحل ديال السرد لان اول مرحله حنا خدمناها هي المرحله ديال البدايه اللي هي كيف ما شفنا قبيله لا سيتوياسيون انيسيال دابا دخلنا المشكل اللي هو لي مون بيرتورباتور الحصه الجايه او لا فيديو الاخر غندير لكم فيه لي بيريبيسي الاحداث اللي كيتبعوا المشكل ابخي غادي نشوفوا ليليمون اكيليبرون يعني واحد الحالات اللي غادي يعطينا توازن القصه غيكون بحال هكا غيكون بسيط كون جمله بسيطه وكذلك اخر حاجه هي لا سيتوياسيون فينال يعني نهايه القصه نتمنى انكم تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو القصير وبالتوفيق ان شاء الله على الامتحان.